فيه المليارات من السكان، جميعهم لهم مظلة واحدة. هذه المظلة اسمها الأسرة الإنسانية، اسمها الأخوة الإنسانية. نعم، الإنسان أخو الإنسان، هناك أخ قريب، هناك أخ بعيد، نعم، لكنهم جميعا إخوة وأسرة إنسانية واحدة. الاختلاف بين الجميع كما قلنا، ويقوله كل حكيم ويقوله كل مصلح، هو أمر طبيعي، وهو من طبيعة هذه الحياة.